ساكنة مدينة سيدي بنور تتنفس الصعداء بعد تحرير السوق الأسبوعي الذي كان يعتبر الأكبر بالجهة. السلطات المحلية عملت على إخلاء تام للسوق من جميع مظاهر الاحتلال التي جعلت منه فضاء تنتشر فيه النفايات والأمراض من خلال مخلفات المواد التي تعرض فيه باستمرار. فعاليات المجتمع المدني في سيدي بنور هي جد سعيده بحالها بحال الساكنه ديال مدينه سيدي بنور بانتشال هذه البؤره ديال الازبال والاوساخ واللي كانت كتشكل واحد التهديد بيئي للساكنه والاحياء القريبه اللي هي مكتظه بالسكان. وتلقوا هذا الخبر وهم سعداء بنقل هذه المتلاشيات وهذه الازبال المتراكمه اللي شرفت السلطات المحليه على التنقيه والتطهير ديال هذا السوق. في الوضع الحالي العالمي ان الناس كلها تتخوف من الوباء ديال كورونا، حنا كأطباء سيدي بنور صراحة كنا تنتخوفوا، خصوصا أول السوق كان داز لما بدات هذه المرحلة كنا فعلا كنا متخوفين، لأن السوق تيولج به كل الإقليم والناس خارج الإقليم. ترحبوا بهذا الإجراء وكنا تنصحوا الناس أنه بهذا السوق أنه يعتبر بؤرة نقدروا نقولوا بالأوساخ، أنه ما كاينش فيه يعني مواد صحية بجميع المكونات يعني اللي كانوا يقتنيوها هنا، لأن كانت الأزبال، كان الصرف الصحي، كانت ظروف خصوصا في مرحلة ديال الشتاء أنه ظروفه جد مزرية. ظرفية وبائية حساسة يمر بها العالم عامة والمغرب خاصة دفعت السلطات المحلية وجمعية المجتمع المدني إلى التدخل من أجل القضاء على جميع النقاط السوداء التي يمكن أن تسهم في خلق تجمعات غير مرخص فيها وغير مراقبة، لتنطلق عملية التعقيم والتطهير بالسوق الذي قوبلت عملية إخلائه باستحسان الساكنة وترحيبها.